مرحبا بكم. في حلقتنا لهذا الأسبوع سنناقش محورين في برنامج المنصة. سيكون المحور الأول عن القرار الذي أصدره البنك المركزي بخصوص تعويم العملة وانعكاسات هذا القرار على الحياة المعيشية للمواطنين. في المحور الثاني سنناقش قضية عودة أزمة المشتقات النفطية في العاصمة المؤقتة عدن وبشكل مستمر. ما الأسباب التي تقف خلفها وتأثيرها على الحياة اليومية لسكان المدينة؟ تعويم العملة هو جعل سعر صرف هذه العملة محرر بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر، وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتتقلب أسعار صرف العملة باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى أنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد. عن قرار تعويم العملة وانعكاساته عن الحياة المعيشية للمواطنين سيكون محور حلقتنا الأول في هذه الحلقة، لكن قبل أن نبدأ النقاش نشاهد التقرير الذي عده الزميل عبد الرقيب الأبارة حول الموضوع. انهيار يتلوه انهيار، هكذا بدأت العملة المحلية في البلاد بعد انقلاب الميليشيا على الدولة منذ أكثر من عامين. انخفاض من المرجح أن يكون أكثر تسارعا بعد قرار البنك المركزي تعويم العملة المحلية، الأمر الذي قد يساهم في ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم الذي يسببه هبوط العملة. قرار من المتوقع أن يلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي في البلاد التي تعاني وضعا إنسانيا صعبا بسبب الحرب، وهو ما قد يضعف من معاناة ملايين المواطنين. إلى قبل عام ونصف كان البنك المركزي قد ثبت سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار بنحو 250 ريالا في محاولة منه لدعم السلع الأساسية، إلا أن جهوده تلك لم تنجح بسبب تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي ونشوء سوق سوداء للعملة الصعبة، الأمر الذي دفعه لتحرير سعرها وتثبيتها بنحو 370 ريالا. ومع تحرير سعر العملة المحلية واعتمادها على سياسة العرض والطلب، فإنه يخشى أن ينخفض سعرها إلى مستويات قياسية تجر معها الاقتصاد والمواطن اليمني نحو مآلات كارثية. أدى تأكل الاحتياطي العام للبلاد على يد الميليشيا إلى عجز الحكومة والبنك عن معالجة ذلك نتيجة عدم قدرتهم على تحصيل الموارد المالية سواء في المناطق المحررة أو تلك التي تخضع لميليشيا الانقلاب. ساهم في ذلك تخلي دول التحالف العربي عن القيام بواجبها تجاه منع تدهور العملة من خلال دعم الاحتياطي العام، وهو ما قد يؤدي وفق مراقبون إلى انهيارها كليا ودخول البلد في أزمة قد لا تجد طريقها إلى الحل قريبا. بانتظار مشاركاتكم وتفاعلكم مع موضوعي هذه الحلقة، لكن قبل أن نبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم من خلال الاتصال المباشر أو من خلال التعليق أيضا المباشر من خلال البث المباشر على صفحة القناة وصفحة البرنامج على الفيسبوك، لدينا اتصال مع الدكتور أحمد سعيد شماخ رئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات حتى يقدم صورة توضيحية عن ماهية هذا القرار وانعكاساته على المواطنين. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا وسهلا ومرحبا. دكتور أحمد، أنت معنا الآن حتى نقدم للناس صورة توضيحية، ما المقصود أولا بموضوع تعويم العملة؟ المقصود بتعويم هذا التعويم أنه يعني يكون خاضع لآلية يعني اللي تعار السوق الكبرى. فأنا في اعتقادي أن طبعا هو شوف التطورات التاريخية في السوق الاقتصاد والمصرفي في اليمن، هناك يعني محددات، يعني هذه التطورات التاريخية تقول أن هناك يعني فرق ما بين السعر الرسمي وبين السوق الموازية للعملة. ثانيا تقول هذه المحددات أن تقييم التعريفة الجمركية كان يعني السنوات الماضية على أساس أو العقود الماضية على أساس سعر صرف البنك المركزي الرسمي وليس على أساس السوق الموازي اللي هو السوداء. ثالثا تقييم المراكز المالية للبنوك يعني حتى الآن كان يعني يتم على أساس السعر الرسمي أيضا للبنك المركزي وليس على أساس غيره. يعرف هذا الكلام يعني هذا الكلام يعني كل الناس المصرفيين والكبار الاقتصاديين وحتى البنك المركزي. يعني رابعا اي مضاعفات او اجراءات او قرارات سياسيه يتم اتخاذها خارج اطار البنك المركزي قوانين البنك المركزي في اعتقادي هي قرارات عبثيه، يعني لا تبث للاقتصاد او السياسات النقديه او الماليه في شيء.
بل يعني سوف يستفيد منها فقط هو أمير وتجار السوق السوداء. ففي حال تطبيق هذا التعويل حاليا خلال ظرف هذا اللي احنا فيه او هذا القرار سيكون له طبعا اثار وتبعات يعني سلبيه خطيره بشكل عام، يعني منه سوف ترتفع الاسعار وتلاعب السوق السوداء المتنامي وليس لقواعد العرض والطلب. هو دكتور احمد الان لم تعد هناك افتراضات بانه اذا ما طبق القرار، القرار طبق من يوم 15 اغسطس يعني، وربما البعض من المحللين والمراقبين والخبراء يقول انه هذا القرار كان مطبق من قبل ايضا مع بدايه الازمه، كان السعر مثبت ب 250 ريال لكن السوق تفرض انه كان ب 370، وحتى بيان صدر عن البنك المركزي تحدث انه هو تصحيح لوضع قائم فقط. ايوه هو كلام صحيح، كان التعويل موجود هو في الاصلاح الاقتصادي في مطرع 1996 وحتى الان. نحن عضو 160 في منظمه التجاره العالميه، واي دوله مش معول عملتها واي لا تطلع بقوانين العالميه لا تدخل يعني المنظمه التجاره العالميه. لكن كان يقابل هذا التعويل ايش كان يقابله؟ كان يقابله التزامات من قبل البنك المركزي. تبطل هذه الالتزامات من قبل البنك المركزي انه اول حاجه يعني يضاف الى السوق يعني تدخل يعني في تدخل واقعي يعني، والا اذا لا ما في تدخل واقعي يعني او حقيقي يصبر يعني يصبح تدخل البنك المركزي يعني غير واقعي وغير عملي يعني. البنك المركزي يعني فاقد لاهليته، فاقد لادواته قوانينه. يعني الان البنك المركزي غير يعني قادر على مراقبه السوق. طيب في ظل انعدام قدره البنك المركزي على التحكم بادواته كمراقب ومتابع ومتحكم للقرار الاقتصادي، هل يمكن القول بان هذا القرار ايجابي، خصوصا وان البعض كان يرى في انه حاله الميعان الموجوده ربما كان في الموضوع المالي خلال الفتره الماضيه انه السعر 250 لكن كان هناك سوق تتحكم ب 370، كان المستفيد الوحيد ربما التجار والبنوك الخاصه، كانت هناك عمليه سمسره تتم واستفاده وتلاعب بالاسعار. يفترض اذا في حال تطبيق قرار بشكل هذا الان يفترض انه يقابله التزام بالجانب الاخر، يقابله التزام من قبل البنك المركزي. السؤال هنا هل البنك المركزي الان قادر يعني على الضخ الى السوق يعني بالعمله الصعبه؟ هل قادر انه يعني ازمه السيوله النقديه المحليه اللي هو بالريال؟ هل قادر انه يراقب السوق؟ هل قادر انه يتحكم في اسعار السوق؟ الان في السوق اللي قائم الان عمليا ما في بنك مركزي، اللي حكم السوق هو سوقين هما السوقات النقديه وسوق اسعار الصرف في اليمن لا غير. وعلى بعض التعويل يعني سوف يكون يعني ترتفع الاسعار وفقا يعني على قواعد العدل والطلب بما طيب. سؤال اخير دكتور احمد حتى نركز على النقطه التي تعني المواطن. الان هناك تعويم للعمله ربما 370 ريال هي السعر كانت موجوده قبل هذا القرار والاسعار كانت مرتفعه بطبيعه الحال بسبب التلاعب الحاصل، هل ستشهد الاسعار مزيد من الارتفاع ام ربما ستظل في نفس الاجواء ربما ما كان قبل هذا القرار حينما كانت في السوق السوداء ب 370 والبنك المركزي 250؟ هذا ما يعني المواطن، هل سيكون هناك مزيد من الارتفاع؟ طيب شوف في حال انتقال البنك المركزي من 350 الى 370 يعني لما يكون في البنك المركزي مثلا يعني الان انتقلنا من 150 الى 370 على طول اوتوماتيك سوق السوداء هذه او السوق الموازيه سيرتفع. انا في اعتقادي انه سوف يتجاوز 10 ل 15 تمام يعني عبر فترات يعني مختلفه ربما يزيد على ذلك لانه يعني حتى البنك المركزي لا يمكن ان يكون في سعر واحد يعني في البنك المركزي يعني او في يعني يقابله ايضا في السوق الموازيه. ف يعني على ضوء هذا يعني بترتفع التعريفه الجمركيه الضريبيه، سوف ترتفع وسائل النقل، المشتقات النقليه،
السلاح، وهذا يعني هذا كله سوف يضاف يعني الى يعني الى سوف يضاف هذه القيمه من قبل التجار الى قيمه السلع والخدمات. بالتالي المواطن هو الذي سيصبح يعني ضحيه، يتحمل اعباء هذه اعباء جديده تضاف الى السابقه. فيعني عندما يصبح السعر 370 بجانب السعر السوق هكذا، يعتبر ان التعرفه البنكيه كانت قبل التعويم الحالي تحسب على اساس ان سعر البنك البريطاني يعني هذا السعر 350. اما السعر في السوق الموازي سوف يتخذ يرد على معطيات العرض والطلب وتلاعب غوامير واسماك يعني هذا السوق والذي يعني ولهذا نقول ان القرارات صدرت في يعني صدرت من قبل البنك المركزي انصدر من قبل البنك. ينبغي اعاده ينبغي اعاده النظر فيها لانها قرارات قرار سياسيه ربما تكون، وهذه قرارات عبثيه غير محدوده لمعطيات الواقع الذي نعيشه اليوم، لان البنك المركزي اصبح فاقد لكل الياته وادواته التي يمكن ان تتدخل بها في السوق الاقتصادي. شكرا جزيلا دكتور احمد. الان المطلوب عفوا اخلاق البنك المركزي المطلوب بمنع عن اي صراعات سياسيه بحيث يعمل نصا لقرارات انشائه بحسب نصوص القانون 14 سنه 2000 الذي ينص على استقلاليه البنك المركزي في الماده 3 والماده 5 يعني منها. شكرا جزيلا دكتور احمد سعيد شماخ رئيس مؤسسه الاعلام المالي والاقتصادي للدراسات، كنت معنا من صنعاء. لدينا اتصال اخر ايضا. السلام عليكم. وعليكم السلام. آلاء الذبحاني من صنعاء، آلاء كيف تنظر لي القرار الصادر عن البنك المركزي فيما يخص تعويم العملة، وهل لمستي أي انعكاسة لهذا القرار في السوق بحكم كمواطنة يعني ولك تعامل مباشر ربما؟ طبعا أنا بتكلم اليوم بهذا الموضوع أنه من نظرتي أنا كمواطنة، وثاني شيء من نظرتي أنا كطالبة، يعني أنا أعاني كمان من هذا الشيء من ارتفاع الدولار لما كان التعويم جزئي، الآن عمل التعويم بيكون كلي، يعني في السوق السوداء والبنك المركزي بيكون نفس الشيء، نفس الصرف. هذا معناه إنه التعويم الكامل هذا اللي هو القرار الجديد. طبعا القرار أنا أشوف إنه قرار خاطئ أو من اتخذوا خطوة خاطئة، وأتمنى أنهم يرجعوا بهذا بالنظر فيه يعني. طيب تأثيرات هذا القرار أنت كطالبة تقصدين ماذا يعني؟ هل مثلا فيما يخص مثلا تدفع الرسوم أنت بالعملة الصعبة، ما المقصود؟ طبعا أنا رسومي أدفعها بالدولار، فأنا كنت أدفعها بالبداية بالسعر صرف 215، فجأة عوموا الدولار ب 225 أظن، بعدين الآن بيصير التعويم ب 370، يعني أنا الدبل بيكون، بكون أدفع الدبل. هذا من ناحيتي أنا كطالبة، لكن مثلا المواطن بس البسيط لما يجي 250 كان غير موجود، لا تستطيع شراء دولار 250 أيضا، كان في السوق السوداء. أيوة هو المتحكم. ما قدرت. صحيح بس كنت في الجامعات كانوا يحسبوا احنا اياها ان احنا ندفع لهم ب 250 وكذلك على السلع، والتجار كمان يحسبوا لهم كانوا ب 250 اظن على هذيك الايام، يعني لما صار تعويم جزئي. لكن الان بيصير تعويم كلي، يعني التجار بيكونوا يدفعوا ب 370، وهذا طيب. بيسوي تضخم للاسعار. طيب هل لمستي اي ارتفاع في الاسعار السلع؟ حاليا انا ما التمست اي حاجه، لانه القرار ما لسه ليومين بس خلاص انه اثبت هذا الشيء. فشويه شويه هم الان لما يروحوا مثلا يستوردوا من الخارج بينحسب عليهم 370، طبيعي انه التجار بيرفعوا اسعارهم بالاسواق المحليه، حتى على الأشياء الأساسية اللي هي حق البيت، يعني ناس مش قادرين يعيشوا، مش قادرين ياخذوا قوت يومهم، أكيد وضع صعب، مش قادرين يدفعوا علبة فول، في ناس والله مش قادرين ياكلوا بعلبة فول. طيب شكرا جزيلا على ارتفاع الأسعار.
أشكرك جزيلا على ذبحان من صنعاء. يرى مراقبون أن البنك المركزي أقدم على قرار تعويم العملة مضطرا لعدم وجود أدوات يستطيع استخدامها في تنفيذ وظائفه كما ذكر الدكتور أحمد سعيد شماخ، فلا رقابة على البنوك ولا إدارة للسيولة ولا إدارة لأسعار الصرف. عجز البنك المركزي عن إدارة سعر صرف العملة الأجنبية كونه لا يمتلك في حساباته الخارجية أرصدة أو احتياطات بالعملة الأجنبية تجعله قادر على تنفيذ والتحكم بالسياسة النقدية بفاعلية، فهو يعجز عن توفير احتياجات السوق مقابل فاتورة الاستيراد للبضائع والسلع، كما أنه لا يمتلك سيولة نقدية بالعملة الصعبة ليقوم بضخها في السوق للحفاظ على سعر الصرف ضمن المستويات المطلوبة. عن هذا الموضوع وصلتنا مشاركات من خلال الواتساب نشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الكل يعرف بأن اليمن تعيش في حرب منذ 5 سنوات. هذه الحرب قضت على كل شيء في اليمن، قضت على مؤسسة الدولة، انهيار في كل شيء. اليمن تحت زيرو، اليمن تعيش في يعني حالة انهيار اقتصادية وسياسية واجتماعية في كل شيء. وحكومة الرياض أو حكومة يعني الآن تصدر علينا قرار وهو تعميم العملة. تعميم العملة معناته أنه حرب جديدة تشنها على لقمة العيش للمواطن، تأثر فيها كل شرائح المجتمع، ومن هذه الشرائح الدعم الأساسي للاقتصاد اليمني هو المغترب اليمني. نحن نقول يعني لحكومة الرياض أنه هل أوجدت ضمانات أساسية لحماية المواطن من الارتفاع يعني في كل شيء؟ هل ستضمن يعني في حالة انخفاض العملة، هل ستضمنها في الانخفاض أم أن سيظل الارتفاع هو سيد الموقف، ويعني المستفيد الوحيد هم أصحاب رأس المال يعني الذي تاجروا في قوى يعني. إذن كانت هذه المشاركة وصلتنا عبر الواتساب حول الموضوع. أيضا عن الموضوع وصلتنا تعليقات من خلال موقع الفيسبوك نتابع. أبو صهيب يقول الضرر متمثل بأن البنك المركزي فاقد لأدواته ووسائله التي بواسطتها يستطيع أن يتحكم بالسوق المصرفي، أسعار العملات والعرض النقدي. كان الأقرب للبنك المركزي بالتنسيق مع جهات رقابية وأمنية أن يفعل الرقابة على الصرافين ويضع ضوابط ومحاذير لأسعار العملات ليساهم إلى حد ما في الحد أو الإبطاء من التدهور السريع للعملة. مشاركة أخرى. جميل يقول له تأثير كبير، يقصد القرار بالذات في القمح والرز والسكر، لأن الدولة كانت ملتزمة بتوفير الدولار للمستوردين هذه المواد بسعر البنك المركزي، سترتفع أسعار هذه المواد بنسبة لا تقل عن 30%. أيضا كانت تأخذ الجمارك على السلع بما يقابل سعر الدولار حسب البنك المركزي، هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع الجمارك على السلع بنسبة 30% على الأقل. مشاركة أخرى. الأخ نائل يقول أولا التجار سيجمركوا بضائعهم بسعر 250 أما الآن 370 على الأقل، وهذا يعني زيادة أسعار المواد الغذائية. النقطة الثانية، البلد لا يوجد فيها عرض للعملة، بل على العكس الطلب مرتفع جدا لشحة العملة الصعبة، وهذا يعني ارتفاع أسعار الصرف أضعاف مضاعفة. النقطة الثالثة يقول نفس هذا التعويم حصل في مصر وكانت النتيجة فقر، سعر صرف الدولار من 7 جنيه إلى 18 جنيه، والله أنها مصيبة أكبر من الحرب بحد ذاتها. مشاركة أخرى. صالح يقول سوف أعطيك مثال، الشركة النفطية مثلا تعطي العامل في اليمن راتب 2000 دولار فيستلمها باليمني من البنك بحساب 250 ريال، أي نصف مليون، وحسب القانون الجديد المفروض يستلمها بحسب سعر اليوم مثلا 375 أي 750 ألف، يعني البنك يسرق الفارق وهو مبلغ حوالي 250 ألف ريال في الشهر الواحد فقط. طيب وحسب كم عمال يعملون بالشركات وكذا كل التحويلات البنكية من الخارج، يعني أرقام مهولة. شكرا لك صالح، يبدو أنه موظف في شركة نفطية. محمد يقول عمليا البنك المركزي لم يعد يدافع أو عن سعر صرف 250 ريال للدولار، البنوك لم يعد يسمح لها بتحويل عملتها الأجنبية لمواجهة الاستيراد، ربما كان يتم التعاون بالشيكات الآجلة لكن حتى الشيكات توقف العمل بها بسبب عدم استقرار العملة، كما أن البنوك توقفت عمليا على تقديم الائتمان للغير للضرر الذي خلقه تدهور سعر الريال وعدم القدرة على التنبؤ عندما يتعلق الأمر بالدائنين. قرار المركزي في هذه الحالة هو تحصيل حاصل، خاصة بعد أن وقف عاجزا عن دعم سعر الريال. الآثار المترتبة على القرار يقول سيشعل مستويات جديدة من المضاربة في سوق الصرف، لأنه يكشف عن حالة حرجة للاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي وعدم إمكانية تعزيزها كما كان مؤمل، سيزيد من القيمة الجمركية للبضائع
وهو سيزيد وسينعكس على أسعار المستهلكين. كان يفترض أن يترافق هذا القرار مع توجيهات وإجراءات تعزز من استقرار سعر الصرف، هذا لم يحدث. طيب أعود لاستقبال الاتصالات. لدينا اتصال من الأخ عمار الحمادي من المملكة العربية السعودية. عمار أهلا بك. مرحبا عزيزي فهم. يا مرحبا عمار، كيف تنظر لهذا القرار أنت كمواطن ومغترب؟ يقال أن هذا القرار له انعكاسات وتأثيرات، والبعض يرى أنه ربما فيه مصلحة ربما للمواطن، أنه كان هناك صحيح تحديد لسعر العملة لكن كانت الفائدة للتجار المتلاعبين، للصرافين، للبنوك الخاصة. أنت كيف تنظر لهذا القرار وانعكاساته؟ طبعا انعكاسات القرار على المواطن هو كما ذكرت تقارير عندك، سيكون هنالك ارتفاع لاسعار السلع، اولا لاسباب انه ارتفاع سعر الدولار الجمركي وارتفاع الجمارك، بالاضافه الى المضاربه التي ستحدث مستقبلا على الدولار، كون هنالك من دخل كمؤثر جديد وهي البنوك ستعمل الان كمضارب جديد في تكسير، والذي قد تؤثر على رفع سعر الدولار اكثر. طيب لكن انتم كمغتربين ربما لكم فائده في الموضوع، فارق الصرف بالنسبه للمغتربين فعلا حيكون فارق معهم فيما يخص سعر الصرف، لكن اذا جيت تشوف واقع الامر المغتربين ما عاد بيحولوا بسعر العمله المحليه، اغلب المغتربين اما بيحولوا يعني عبر السوق المالية او بيحولوا بسعر الصرف يعني بالعمله الصعبه وبيستلموها هناك اما بالريال السعودي او بالدولار، وبالتالي يتيحوا لاهلهم ان يصرفوها بسعر السوق وليس بسعر البنك المركزي، فيعني الوضع بالنسبه لهم ما فرقش كثير. طيب بحسب تواصلك مع الداخل والاهل، هل شهدوا او لمسوا اي زياده في الاسعار، ربما يعني الارتفاع بشكل ازيد مما كان؟ هو اعتقد بدري على انه تظهر ارتفاعات الاسعار، خصوصا انه القرار فقط من يومين، لكن انا كمصرفي وكعامل في القطاع المصرفي اتوقع انه الارتفاع في الاسعار بتكون خلال الفتره القادمه لسببين، انه حيظهر على التجار انه حيضطروا يملكوا البضائع بالسعر الجديد، هذه من ناحيه، ومن ناحيه اخرى اتفضل عمار. طيب شكرا لك عمار. طيب ايضا لدينا الصحفي الاقتصادي نبيل الشرعبي من صنعاء، اهلا بك استاذ نبيل. اهلا بك استاذ نبيل. صحيح ان البرنامج هو مفتوح للمواطنين للتعبير عن قضاياهم وما يهمهم، لكن في هذه الحلقه ربما نحن اتحنا مجال للتواصل مع بعض الخبراء والصحفيين الاقتصاديين حتى نشرح للناس ماهيه هذا القرار وما الذي حدث. تعويم العمله هل هو في مصلحه المواطن ام ربما له اثار سلبيه كثيره على المواطن، تحديدا ان هذا القرار والفتره التي كان قبلها لم يكن هناك اي التزام بسعر العمله المحدده من البنك المركزي 250 ريال. البنك المركزي كما يرى البعض كان فاقد لادواته الاقتصاديه المتحكمه في السياسه النقديه في البلد، وبالتالي كانت الاسعار مرتفعه بشكل طبيعي. كيف تنظر انت لهذا القرار وهل هو في صالح المواطن او لا؟ بالنسبه اذا كان في صالح المواطن او لا، فانا اعتقد ان هذا يحتاج الى اجراء، وهو اعاده تحديد مهام الرسوم والقيم، واعاده تحديد رسوم القيم الجمركيه والضريبيه. قرار التعويم إذا ربط بفاتورة الاستيراد سيكون له نتائج إيجابية على المواطن، هذا بالأساس. من خلال إنشاء إدارة خاصة أو متخصصة في البنك المركزي اليمني لتحديد احتياجات المستوردين من السلع والمشتقات كاملة، وتغطية كلفة الفاتورة الاستيراد من التحويلات التي تتم في بلدان المهجر، ومنع تدفق أو تسريب أي عملات أجنبية من الداخل إلى الخارج كما كان يعمل التجار، يقومون بتقديم فواتير لاستيراد سلع في حين هذه لا تصل إلى اليمن نهائيا، وإنما يتم استيراد هذه الفواتير لتسريب وتهريب العملات
نبيع إلى الخارج، وهو ما فاقم من عملية الأزمة الحالية، هذا في الأساس. طيب. جانب آخر، نعم تفضل أستاذ نبيل تفضل. جانب آخر، نحن إذا قرأنا كافة المعطيات الاقتصادية الراهنة كانت غير السابق، قررت تعويم في الفترة السابقة كان مرتبط بالدورة المالية التي كانت تقدر تريليون و 200 مليار ريال، هذه الآن انعدمت. المدخرات التي كانت للمواطنين انعدمت بنسبة 90%، عملية العوض الطلب اختلت بنسبة 60%، القطاع المصرفي والتأميني تراجع نشاطه بشكل كبير جدا، كثير من العملية الاقتصادية تعطلت. أصبح الآن المتحكم في عمليات تسعير العملة الأجنبية تتحط والتجار تتعوض في الداخل، ونحن هنا يجب على حكومة بندر ضبط هذه العملية من خلال تحديد سلطة الاستيراد، من خلال التحويلة تتم في بلدان التجار، والاتفاق على تحديد مصادر دخل مصادر تحويل معينة في بلاد المهجر والتعميم بهذا المجال، ومن ثم وضع حساب خاص بالبنك المركزي اليمني في البنوك الموازية في بلد وتغطية فاتورة الاستيراد من تلك التحويلات، مع إلزام البنوك المحلية عدم تغطية فاتورة الاستيراد، أيضا تقليص عدد محلات الصرافة التي كانت تعمل على تسريب العملة بشكل كبير جدا. فهناك تقارير تقول بأن 95% من التداول بالعملة الأجنبية كان يتم عبر محلات الصرافة، بقي 60% من هذه المحلات محلات هي أشياء لا تصلح حتى لبيع السجائر. طيب ربما الحكومة كانت عاجزة عن اتخاذ هذه الإجراءات والمعالجات في الوضع الطبيعي، ما بالك في هذا الوضع الاستثنائي الآن؟ أستاذ نبيل يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ نبيل الشرعبي. على العموم شكرا جزيلا لك صحفي اقتصادي كنت معنا من صنعاء. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة من برنامج المنصة، والمحور الثاني سيكون حول تكرار انعدام المشتقات النفطية في العاصمة المؤقتة عدن. من جديد أهلا بكم، سنناقش في المحور الثاني إذن مشكلة تكرار انعدام المشتقات النفطية في العاصمة المؤقتة عدن وانعكاسات ذلك على معيشة الناس وظروفهم اليومية. ما المطلوب لوضع حد للأزمات المتكررة التي يراها مراقبون بأنها مظاهر سلبية تمس هيبة الدولة التي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة؟ قبل أن نبدأ بالنقاش في هذا المحور نذهب لمتابعة التقرير التالي من مراسلنا في عدن آدم الحسامي. طوابير طويلة إلى محطات البنزين فشحنة إسعافية قد أفرغت في السوق المحلية، لكنها سرعان ما تنفذ وتعود عدن إلى متاهة أزمة المشتقات النفطية التي تضرب كل مجالات الحياة. الكهرباء أولى المتضررين من هذه الأزمة، ثم قطاع النقل، وحياة المواطنين برمتها ستكون رهينة لهذه الأزمة التي تتقاطع أسبابها، فكل جهة تحمل الأخرى والضحية المواطن. بين شركتي النفط ومصافي عدن بدأ الخلاف حول الجهة المخولة بشراء النفط وتسويقه. لملاء ومصافي عدن لم تعد تكرر النفط الخام، فالاستيراد من الخارج خيار وحيد تتنازعه قوى النفوذ، أهمها الشركة المحتكرة للاستيراد بالتعاون مع حكومة لا يبدو أنها تعمل جادة لكسر هذا الاحتكار. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن. إذا تابعنا هذا التقرير من عدن حول المحور الثاني في هذه الحلقة حول تكرار أزمة المشتقات النفطية في عدن. بداية ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس اللجنة النقابية في شركة النفط في عدن الأستاذ فاضل الحسين. أهلا بك أستاذ فاضل. أهلا
اهلا وسهلا سيدي. استاذ فاضل، ما سر تكرار ازمه المشتقات في العاصمه المؤقته عدن؟ والله انا في اعتقادي ان اسباب الازمه وتكرار الازمه في عدن اسباب عديده، منها عدم توفير سيوله لدى الدوله، الى جانب تدخل نافذين وفاسدين في مشاريع شركه النفط والمصفاه، الى جانب يعني المصفاه عدم توفير الخام للمصافي، وبالتالي يعيق عمليه التكرير داخل المصافي لاقل شيء لتكرير النفط والاستفاده من هذا التكرير بمجالات اخرى من النفط الخام. طيب، تقول فساد من قبل المسؤولين والمعنيين، ما مصلحتهم بان يعرضوا انفسهم كمسؤولين لربما تركيز اكثر من المواطن وممن من الحكومه على جوانب القصور لديهم بتكرار ازمه المشتقات؟ هناك قصور متعمد من نافذين يقوموا بإعاقة شركة النفط من نشاطها لأسباب مصلحة خاصة لهم في عدم توفير المادة وعدم السماح للشركة حتى بالاستيراد من قبل الشركة مباشرة، وربطها بالاعتماد على المصفى، والمصفى طبعا بتجيب تاجر معين ولا بتجيب مثل مناقصة وتشتية طبعا المبلغ مقدما وحاجه زي كذا، يعني امور ماليه بحته الى جانب امور يعني بالنسبه للمصلحه الشخصيه لبعض المتنفذين. طيب، الموضوع متكرر، يعني ربما انه يفترض ان يتم التركيز على هذا الفساد الحاصل، باعتقادك لماذا لا تتخذ اي اجراءات عقابيه بحق هؤلاء المسؤولين؟ انا في اعتقادي انها سلسله مترابطه من الفساد، تبدا من مصر الى فوق الى يعني الى فوق، ولكن للاسف الشديد كان المفروض اجراءات تكون صارمه تجاه هذه الازمات المتكرره والمفتعله والتضييق الخناق على شركه النفط بالذات. من عدم، لان شركه النفط هي عباره عن وعاء، متى ما توفرت لها الماده هي بتسوق، لان مربوطه متى ما توفرت الماده من المصفى بتسوق، ما فيش ماده اذا السوق ما بين عدم في الماده وعدم توفير النفط بيكون سببه قصور من هناك من الجانب الاخر. وانا في اعتقادي الحل الامثل لهذا المعضله انه يكرر يجيبوا الخام الى مصفات عدن ويتم تكريره في مصفات عدن، وبالتالي يتم توزيعه والاستفاده من مشتقاته حتى. طيب، منها الغاز منها ومنها ومنها يعني مشتقات اخرى ممكن المصرفات تستفيد منها وتنهض. طيب، الحلول الان، الحلول الموجوده والمعالجات البعض يصفها بالحلول الترقيعيه انها التي ربما غير مجديه، انت كيف تنظر للمعالجات الموجوده الان؟ هل هي حقيقيه؟ هل يمكن ان تنهي هذه الازمه ام ربما هي فقط بعض المسكنات؟ انا اشوف ان هذه كل الحلول الموجوده حاليا على الارض ما هي الا حلول ترقيعيه فقط، ليس الا. لانه الحلول الترقيعيه يجيب لك 10,000 طن، 3,000 طن، 2,000 طن، وبعدين يعطوا الشركة في القطارة على 2,000 طن، على 500 طن، على 1,000 طن، يعني هذه مشكلة، يعني تخلق أزمات في السوق. طيب، هل يعني ربما لأزمة المشتقات علاقة بتهريب المشتقات من المحافظات المحررة إلى المناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الميليشيا؟ هل هذا سبب يمكن البناء عليه في الأزمة الحاصلة؟ هذا مش سبب من الأزمة، بس هذا حاصل. هذا حاصل، في يخرج مواد للاسف الشديد ويتم القاء القبض على قوافر في الحديده في اتجاهات اخرى متجهه الى محافظات لم تحرر بعد. وهذا شركه النفط تابعت هذا الموضوع ممثله بالاخ المدير العام، حاول متابعه هذا الموضوع وقد تقدم برسائل عده، ونحن كما نزلنا في مواقعنا على الفيسبوك وتكلمنا عن هذا الكلام، ولكن لا حياة لمن ينادي أخي. هذا إلى جانب أنه يقوموا بالمنافسة، هناك من يقوم بالمنافسة لشركة النفط، يقوم بالتسويق والتسويق حصري لشركة النفط، للأسف الشديد تدخلوا في شركتين. طيب، هل هذه المنافسة تصب في مصلحة المواطن؟ هل يستفيد منها المواطن هذه المنافسة الحاصلة مع شركة النفط؟ ما أعتقد، لأنه المنافسة هذه اللي بيبيع بينافس مش لصالح المواطن ولا لصالح شركة النفط، لأن المنافسة هذه بيبيع بسعر أرفع من حق شركة النفط أو أرفع من
المقرر من الدولة. طيب كان هناك توجيه قبل يومين بتوريد مشتقات نفطية إلى عدن، وصلت هذه المشتقات والمحطات ربما داخل عدن، بدأت بتوزيع المشتقات، لكن هل هناك ربما تراجع في الأزمة؟ وهناك أيضا الآن قبل قليل قرأنا خبر عن تحذيرات من انقطاع الكهرباء ربما أيضا في عدن خلال الساعات القادمة. بالنسبة بما يخص البترول في محطات الشركة والقطاع الخاص متوفرة، الشركة وفرت الآن بناء على المناقصة اللي نزلت قبل يومين أعتقد أو ثلاث أيام، وتم تفريغ الباخرة، تم توزيع على كافة محطات الشركة ومحطات القطاع الخاص، متوفر الآن بشكل طبيعي، ولكن نتيجة انقطاع الفتحة تسبب في إحداث طوابير من المواطنين، والمواطنين متخوفين واللي بيعبر أكثر من حادثة لأزمة وضع عمله الأزمة قادمة إن شاء الله، يقول لك مكان باتنا عدم قد معي أنا حقي وانتهى الموضوع. أما بما يخص موضوع الكهرباء، بالفعل الكهرباء قد بدأت الآن في انقطاعات متكررة منذ يومين، وانخفضت ساعات الإضاءة وتشغيل الكهرباء انخفضت، وبدأت الانطفاءات تزيد ساعات الانطفاءات إلى ثلاث ساعات إلى أربع ساعات. الآن اللحظة اللي أتكلم معك أنا فيها وصلت إلى خمس ساعات الآن الكهرباء منقطعة في كريتر، والسبب عدم وجود الجيزل، وكان أبزر بالحكومة أن تنزل المناقصة، يعني بدل ما تحدد يوم الأحد المصباح المناقصة يوم الأحد القادم، كان الأبزر في بأن تنزل المناقصة أمس أول أمس اليوم لحل هذه أزمة الكهرباء بالنسبة لما يخص الكهرباء. طيب أشكرك جزيلا أستاذ فاضل حسين رئيس اللجنة النقابية في شركة النفط، كنت معنا من عدن. أيضا لدينا اتصال من عدن الأخ عمار أحمد، أهلا بك عمار. أهلا أستاذ سامي. عمار كيف تنظر لتكرار أزمة المشتقات النفطية في عدن؟ والله يا أستاذ سامي بالنسبة بخصوص أزمة المشتقات النفطية في مدينة عدن، هي أصبحت أشبه باللغز الذي لم يستطيع أحد حله ومعرفة أسبابه، لكنها في الأخير هي نتاج لفشل ذريع وفوضى وعبث من قبل الحكومة الشرعية منذ تحرير مدينة عدن، ويشترك في هذا العبث الحكومة والسلطة والجهات المعنية المسؤولة عن ملف المشتقات النفطية. فيعني خلال أسبوع أو أسبوعين تشهد المدينة أزمة في غياب المشتقات النفطية. أنا أحدثك الآن والكهرباء مقطوعة في أغلب مدينة عدن، حوالي 100 ميجا خرجت عن الخدمة خلال هذا اليوم بسبب عدم وجود الديزل والمازوت لمحطة التوليد الكهرباء. هذه أحد آثار أزمة المشتقات النفطية في مدينة عدن، وهناك تحذير من غياب تام الكهرباء خلال الساعات القادمة إذا لم تزود محطة الكهرباء بمادة المازوت والديزل. هذا أحد الآثار الكارثية لأزمة المشتقات النفطية التي تشهدها مدينة عدن. طبعا كما قلت هذا الملف هو يعكس العبث الذي تديره به الحكومة. فلماذا مثلا في مدينة عدن، وكما تفضل الأستاذ الإدارة النقابية في شركة النفط، لماذا تحصل استيراد المشتقات النفطية بشركة مصافي عدن وهي شركة لتكرير النفط وليست للاستيراد؟ لماذا يوكل لها احتكار استيراد المشتقات النفطية؟ ثم أن المشتقات النفطية أصبحت الحكومة لا تدعمها بأي مبالغ مثل ما كان في السابق، فالنفط والمشتقات النفطية تباع بسعرها العالمي، فلماذا لا يفتح استيراد المشتقات النفطية للتجار؟ يعني أصبحت الحكومة لا تقوم بأي دور ولا تدعم بأي دعم كما كان. طيب عمار، هل تعتقد أنه إذا فتح المجال للتجار لاستيراد المشتقات النفطية أن سيكون قلبهم على المواطن وأنهم سيوفروا المشتقات خدمة للمواطن، أم ربما سيتلاعبوا لمصلحتهم وسينسقوا فيما بينهم البين، وربما هناك تجارب سابقة فيما يخص هذا الموضوع؟ يا عزيزي، هذا الموضوع هو في الأخير موضوع تجارة، مثل ما هو حاصل في المناطق الخاضعة لميليشيات الحوثي وصالح، عندما قامت الميليشيات بقرار التعاون من المشتقات النفطية وفتحت التجار استيرادها، هم يستوردوها الآن مثلا بسعر 3000 يبيعوها بسعر 5000 و2000 تذهب للميليشيات. الموضوع تجارة، لكن يمكن ضبطه في المناطق المحررة، يعني الآن في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين المشتقات متوفرة، المشتقات متوفرة وفق هذه السياسة في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، والسعر محدد لا يحصل أي تلاعب، وربما لم تعد هناك أزمة. فتقصد أنت إذا ما تم العمل بنفس هذه التجربة ستحل المشكلة في المحافظات المحررة؟ أعتقد أنها ستحل، لأنه ما الفائدة من وجود مثلا خزانات
لدى المصافي ولدينا منشآت حقيف تمتلك خزانات كبيرة وما تمشي الاستفادة منها. يستورد المشتقات النفطية بالقطارة. لماذا يتم استيراد المشتقات النفطية بالقطارة لتكفي الأسبوع فقط والأسبوع الثاني آلة الطوابير إلى المحطات؟ هل هذا عبث؟ الحكومة تدير المنطقة المحرمة منذ سنتين بالفوضى وبالعبث، لا يوجد لديها خطط استراتيجية ولا توجد لديها برامج واضحة. ما تنظر إليه أنت أنه عبث؟ البعض يقول أنه عمار، ما تقول عنه أنت بأنه عبث من قبل الحكومة؟ البعض يقول أنه فساد ممنهج، ربما يعني مقصود ما يحصل. فساد ممنهج، وماذا عملت الحكومة منذ سنتين لحل هذا الفساد؟ لديها سلطة التغيير، لديها سلطة اتخاذ القرارات، لديها دعم من التحالف، لديها كل الإمكانيات، وما الذي تفعله منذ سنتين؟ إذا كان هذا الفساد الممنهج، إذا كان مش قادر إصلاح الأداة الحكومية فلتترك هذا الشأن كما قلنا للتجار ويفتح الملف الاستيراد. ومثلا فساد بزنس وتجارة ربح وخسارة، والمواطن يشتري أصلا بسعر عالمي الحكومة لا تدعم. يعني لماذا تحتكر مثلا تشتكى هذا الملف إذا كانت لا تقدم دعم؟ أنت تدع المهجر وهي مثلها مثل استيراد الطمع، مثلها مثل استيراد أي سلعة. يحصل عمار تعويم لكل شيء، عوموا العملة، تعويم المشتقات، كل شيء تعويم. شكرا جزيلا لك عمار أحمد من عدن، شكرا على كل المعلومات التي أوردتها. نذهب الآن إلى استعراض مشاركات وصلتنا من خلال الواتساب حول هذا الموضوع وتكرار أزمة المشتقات في عدن. انقطاع الديزل والبترول يسبب أول شيء بانعدام المواصلات وارتفاع يعني الفلوس. يعني إذا كانت المواصلات إلى الشيخ 150 تتبع إلى 200-250 بسبب انقطاع البترول وشراء من السوق السوداء بأسعار مضاعفة. ثاني شيء على المحلات التجارية، إذا كان في محل تجاري ولا كان مثلا يعني أشياء تبريد أو ثلاجات أو زي كذا قد يخسروا مواد بسبب انقطاع الديزل أو البترول إذا كان مولدتهم ديزل أو بترول أو ارتفاعه، فيضطر صاحب المحل أنه يرفع سعر المواد الغذائية اللي عنده بسبب انقطاع الديزل والبترول وكمان انقطاع الكهرباء. الشيء الأخير انقطاع الكهرباء طبعاً مع هذه الأيام درجة الحرارة المرتفعة، يعني الصراحة يشكل ضبع عند الأهالي سكان داخل عدن. نوم ما نستطيع نرقد، يعني ساعة ساعتين ترصي حغيش، يلا يبردهم كيف خالي تطفي يروح البرود. وشكرا. والله يا الشيء نعرف ايش الأسباب حقا موضوع الكهرباء عدن، نعاني من حماء والمشتقات النفطية ما فيش، نروح للسوق السوداء من شدة الحماء، نروح لأسعار مضاعفة وما نلقاهاش بعض الأحيان. يعني نضطر أن نشي نعرف ايش أسباب انقطاع النفط وأسباب ربما نعتذر عن استعراض الرأي الثاني للمواطن بسبب أنه صوت الماطور ربما مرتفع أكثر من صوت المواطن، وهو تعبير عن واقع الحال الحاصل في عدن وأزمة المشتقات النفطية، وبالتالي لا توجد كهرباء، يوجد هناك مواطير أكثر. الآن نذهب لاستطلاع وقراءة بعض الآراء والمشاركات التي وصلتنا من خلال الفيسبوك حول هذا الموضوع. حسين يقول من فين بشراء الكمية؟ التوجيع عشية الخميس والتوزيع السبت، فين أنتم من أول؟ لنا أسبوعين المحطة مسكرة، استحوا قليل تجي دفعة وخلصت ورجعت الأزمة واجتماع طارئ مرة ثانية نشتحل جذري المشتقات يا حكومة. وجه كلام الحكومة هم. مشاركة أخرى، الأخ صالح يقول لا زال نظام عفاش وميليشيا الحوثي مخترق للشرعية بل ومتغلغل داخل دوائر أجهزة الدولة، وهم من يتحكم بأجهزة السلطة، هم من يلعبون بحياة المواطن اليومية من محروقات وغاز فالأزمة الحاصلة مفتعلة في عدن، ولأن في مارب أزمة خانقة في البترول والديزل والسيارات طوابير والمحطات مغلقة. لازم من تطهير لمؤسسات الدولة من الفساد والفاسدين ومحاكمة كل فاسد ومساءلته. مشاركة أخرى، عماد يقول إلى متى هذه المهزلة والاستبداد بثروات الجنوب؟ من يوم ما تحررنا ونحن في أزمات للمشتقات النفطية، يا أسفة عليكم والله، إذا ما تثبتوا وجودكم في السلطة لا تحسبوا الشعب والتاريخ ما بيرحمكم.
قاسم يقول الحكومة ما عندها عملة صعبة في البنك، العملة الصعبة يتقاسموها، وكذب رئيس الوزراء أنهم بيشتروا 15,000 طن من البنزين بالعملة المحلية، كمية 31 طن تم استيرادها ولم تنزل للسوق سوى كمية بسيطة من الكمية المعلنة عنها. اليافعي يقول العجيب أنهم يعملوا الأزمة ويضيقوا على عباد الله ويبكوا البلاد وبعدين يأمروا بالانفراجة، والمطلوب نشكرهم ونطبل لهم، هم سبب المشكلة مش الحكومة هي المسؤولة، ولازم يتعاقبوا على هذا العذاب اللي يتسببوا فيه وكأنه بيوفروا لنا ببلاش. طيب وصلنا نهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج البرنامج الزميل عمر النهمي، كونوا بخير.